السلام عليكم. وقف والي ولاية جيجل على الأشغال نتاع طريق السيار اللي يربط ميناء جنجن بطريق السيار شرق غرب، واللي في شطره الممتد من الكيلومتر 0 إلى الكيلومتر 17، يعني على امتداد 17 كيلومتر فيه العملية نتاع الانتهاء من هذا الشطر، ويعني تجهيزه لافتتاحه في الأسابيع القليلة القادمة. إذا فيه عملية تاع التزفيت تاع هذا الجزء. نترككم تتابعون هذا الفيديو، وإن شاء الله العملية نتاع الإتمام نتاع هذا الطريق السيار الاستراتيجي الهام سوف تكون في إن شاء الله في الأشهر القادمة، يكون فيه يعني تتم لهذا المشروع الذي طال انتظاره. نترككم تتابعون، والسلام عليكم. Thank you.